فالحمد لله اليوم نحن سعداء بعد أننا جيل ديال الشباب اللي عاصر هذه الفترة ديال 25 سنة من حكم جلالة الملك الله ينصره. هذه الفترة اللي شهدت يعني تطور كبير ديال بلادنا في مختلف النواحي، أولا الانفراج الحقوقي والثورة الحقوقية اللي كانت في البدايات ديال هذا العهد الجديد، وكذلك القوانين اللي انتصرت للمرأة وانتصرت لتقوية الدور ديال المؤسسات، المعالجة ديال مجموعة من الملفات اللي جاء الدستور ديال سنة 2011 باش يكون دستور حقوقي، دستور متطور اللي أعطى لبلادنا إمكانية كثيرة ديال التطور، الأوراق الكبرى في التنمية البشرية اللي انطلقت سنة 2005 واللي اليوم تتوج بأكبر مشروع اجتماعي تتعرفوا بلادنا اللي هو مشروع الحماية الاجتماعية بإشراف وبهندسة ملكية رصينة. التطور ديال بلادنا والمكان اللي ولات عندها داخل المنتظم الدولي وانتصار القضية الوطنية خلال هذه المرحلة، الاحترام الذي أصبح يحظى به المغرب لدى مختلف الشركاء والفرقاء مختلف يعني مكونات المجتمع الدولي. كذلك اليوم بلادنا مقبلة على استضافة تظاهرات كبرى من قبيل كأس إفريقيا وكأس العالم، هادشي كله تيبين يعني المكانة ديال المغرب دبلوماسيا ناجحين، اقتصاديا أصبح اقتصادنا يضرب به المثل وأصبح ينقط بشكل جد إيجابي من طرف يعني وكالات ديال التنقيط الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي يشيد بصرامة الاقتصاد الوطني وصموده أمام الجائحة اللي كانت أمام التقلبات اللي شهدتها يعني السوق الدولية والاقتصاد الاقتصاد العالمي. فبالتالي ما يمكن لنا إلا أننا نكون فخورين بما شهده بلدنا من تطور في مختلف المناحي بقيادة جلالة الملك، ونأمل مستقبلا أن يستمر هذا المنح وسيستمر بإذن الله.